بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أهلا وسهلا بكم في قسم الطفيليات. معكم الدكتور باسم محمد المشمشي، مدرس الطفيليات. استكمالا لجزء الأرثروبودة اللي احنا بدأناه في المحاضرات، احنا في آخر محاضرة وقفنا عند النيماتوسيرة، وخدنا أهم عيلة فيها اللي كان اسمها كيوليسيدي، أو بنقول عليها الناموس. النهاردة إن شاء الله في محاضرة النهاردة هنكمل بقية النيماتوسيرة، هناخد التلات عائلات التانيين وناخد البراكي سيرة معاهم. ليه؟ لأن احنا اكتفينا إن النيماتوسيرة كانت أربع عائلات. أخدنا أول عيلة اللي كان اسمها كيوليسيدي في المحاضرة اللي فاتت، اللي هي عيلة الناموس، وكان فيها تلات أنواع من الناموس. التلات عائلات دول هناخد فيهم نوع واحد من كل واحد. فأول عيلة اسمها سايكوديدي، اسمها ايه تاني؟ سايكوديدي، نبدأ بيها. يبقى العيلة اسمها سايكوديدي. الحشرة اللي ناخدها في العيلة اسمها فليبتوماس، فليب زي بتوع فرنسا، فليبتوماس، فليبتوماس سبيشيز، فليبتوماس سبيشيز، أو ساعات بيسموها بالإنجليزي ساندي فلاي. ليه ساندي فلاي؟ لأن لونها أصفر زي ما أنت شايف، وبتبقى عايشة في الرمال، فعشان كده بيسموها ساند فلاي. أو هيري فلاي، هيري فلاي لأنها مشعرة، لو ركزت فيها هتلاقي مليانة شعر، كلها من اولها لاخرها مليانه شعر، يبقى الساند فلاي او الهير فلاي، واسمها العلمي فليب توماس، فليب توماس سبيشيز. حلو الكلام ده. بتبقى متوزعه تقريبا في حتت كتير من العالم، وايدلي ديستريبيوتد في التروبيك والسب تروبيك والميديترينيان، يعني موجوده في المناطق الصحراويه في مصر هنا. اسمها ايه تاني؟ فليب توماس. اسمها ايه تالت؟ فليب توماس. طيب لما نيجي نتكلم عن الادلت، احنا اتفقنا ان الادلت بتكلم عن الشيب بتاعها، الشكل عامل ازاي واللون، خلاص. وبعد كده الادلت كان فيه هيد وثوراكس وابدومين، هيد وثوراكس وابدومين. فالجدول الظريف ده شكله حلو، بيتكلم عن الفليبتوماس، الاسم العلمي بتاعه فليبتوماس سبيشيز. طيب حجمه ده سمول سايز، تقريبا 5 مللي، 5 مللي، والشكل بتاعه هيري ان ابيرنس، عشان كده سميتها هيري فلاي. لونها يلو ان كلر، عشان كده سميتها ساند فلاي. الهيد، طب الهيد احنا كنا اتفقنا اللي فيها الاورجان اوف فيدنج اند سنسيشن، فيدنج يعني البروبوزس، سنسيشن تلات حاجات، انتنا ومجزرة البلب وايس، انتنا ومجزرة البلب وايس. نمسك البروبوزس، الاخت بتقرص وتمص دم، يبقى ادابتد فور بيرسنج اند سكند، بوزها بيقرص ومص دم، دي رسمه ودي حقيقي، اصفر اهو بيقرص ويمص مين؟ دم، خلاص. طب الانتنا، اطول انتنا هتاخدها بير، ماشي، بير من الانتنا، وكلهم 16 سيجمنت. فاكرين لما كنا بنقول نيماتوسيرا بتوصل لحد 16 سيجمنت؟ ده بقى اللي فيها 16 سيجمنت. بس الانتنا بتاعتها فيها شكل حاجه غريب، الانتنا بتاعتها دواير، دواير لازقه في بعض، مش حاجات طويله كده زي عود القصب زي ما خدنا في الناموس، لا دواير. فبقول عليها بيدد ان ابيرنس، بيدد يعني شبه السبحه، لان السبحه بتبقى حبات زي الدواير لازقه في بعضها، بيدد ان ابيرنس. وبتبقى هيري ان بوسكس، خد بالك هيري ان بوسكس يعني الميل والفيميل عليهم شعر، شعر طويل، لان هي اصلا كلها على بعضها مشعره. في حاله الناموس كنا بنقول بلوموز وبايلوز في الميل وفي الفيميل، لا هنا هيري ان بوسكس. طب نيجي للمجزره الربال، المجزره الربال بخمسه سيجمنت، ماشي. طب فيها حاجه غريبه، ريكيرفد ليه ان بوسايز، يعني ايه ريكيرفد ان بوسايز؟ يعني بقى الوش الناحيه، لو وشها الناحيه دي كده، ده بقى وده ظهرها، بتبقى راجع على الورا. شفت الاتراك كده لما يقوموا ماسكين شنباتهم برمين ولفين الورا، هي بتبقى برمه شنباتها لورا، فقول عليها ريكيرفد ان بوس ايه سايز باكورد. طب الاي، بص كده النقطتين السمر حلوين دول، اتنين لارج بلاك اي، خلاص لا اتنين عيون دباليهم. طيب نيجي للثوركس، الثوركس كنا بنقول اورجان اوف لوكوموشن، لان الوينج والليجز كانوا طالعين من الثوركس، بس هنزود عليهم الشيب لان الثوركس هنا ليها شكل غريب. بص كده ده الثوركس اهو وده الابدومن، الطبيعي ان الدماغ تكون هنا عشان يبقى على استقامه واحده زي ما اخذنا في الناموس، صح؟ لا ده هنا الدماغ تحت الثوركس، فتيجي تبص على الثوركس تحس زي ما يكون ليه اتب، عارفين احتب؟ تبقى محدب كده، فنقول عليه هامبت ثوركس، هامبت ثوركس يعني عامله زي سنام الجمل، هامبت ثوركس اوفر ذا هيد. طيب نيجي للوينج، الوينج لانسيوليت، اول حاجه تحس هي عامله زي الايه؟ لانسيوليت كده شبه بتاع المشرط، بس الوينج برضو فيها حاجه مميزه جدا، الحشره دي وهي طايره وهي مش طايره بيبقى جناحاتها مرفوعه، ده مذنب نفسه على طول زي اللي رافع ايده على طول، نقول عليها بتبقى الوينج اريكتد اوفر ذا بودي، اريكتد بتبقى على طول طالعه لفوق واقفه لفوق، والوينج مليان شعر، ما انا اتفقت ان الحشره كلها مليانه شعر، بص كده هتحس ان في شعر على الوينج كتير، يبقى الوينج مليان شعر. وفي حاجه تانيه كمان مميزه للوينج، ركز معايا،
الوينج فين رقم 2 مقسوم مرتين. حلو، اغنيه الوينج فين رقم 2 مقسوم مرتين، نقول له السكند وينج فين ديفايدد توايس، وهنشوفه في ايه، في شريحه ورا كده، الشريحه ورا الشريحه دي. يبقى الوينج فين رقم 2 مقسوم مرتين. الليجز احنا اتفقنا معظم الحاجات الناموس واللي شبهه بيبقى ايه، لونج ليجز. خلاص، الابدومن، الابدومن بتبقى 11 سيجمنت، ده كل اللي اعرفه فيه. لو ميل بقى في حته زي ده كده بره اسمها كلاسبر، لو في ميل ما عندهاش الكلاسبر ده. خلاص، يبقى ده الشكل العام لمين، للفليب توماس. لمين تاني؟ للفليب توماس. بص كده، دي في ميل ودي ميل، انا جايب لك عشان الكلاسبر. شايفين الجزء اللي ورا ده، ده كلاسبر مش موجود في حاله مين، الفيميل، يبقى ده ميل وده فيميل. واتفقنا هنا الوينج فين رقم 2 مقسوم مرتين، فين اهو، ده الوينج فين رقم 2 اهو، ماشي ماشي اهو، اتقسم مره وبعد كده اتقسم مره ثانيه، يبقى السكند وينج فين ديفايدد توايس، السكند وينج فين ديفايدد توايس. نخش على اللايف سايكل على طول. ادلت اهي هتنزل ايج، الايج بتاعتها بتبقى اوفويد زي ما انت شايف، وبعد كده تطلع لارفا، اللارفا تعمل بيوبا، البوبا تعمل حشره، اللارفا دوده والحشره حشره، الادلت حشره، لانها كومبليت ميتامورفوزس. احنا اتفقنا كل الانسكتا كومبليت ميتامورفوز. طب ايه الايج بتميز بايه، واللارفا تميز بايه، والبوبا تميز بايه؟ ركز معايا كده. الايج الفيميل بتطلع 100 اوفويد ماشي اكس، بتبقى 3 من 10 4 من 10 مللي، وبتبقى لونها براون تو بلاك ان كلر. ركز معايا بقى، بتحطها فين؟ في حاله الناموس اللي احنا اخدناه المحاضره اللي فاتت كانت بتحطه في الميه، ده عكسها خالص، ده بتحطها على الناشف، بتحطه في السمول كراكس، اي شقوق في الارض او في الحيطه بتحطهم فيه، يبقى في الكراكس او الهولز في الجراوند او في الفلور بتاع الانيمال مين هاوس. عشان كده احنا سميناها ساند فلاي، حاجه موجوده في الصحراء، صحراء مش ميه يعني، فعشان كده اتحط في الشقوق اللي موجوده فين، في الحيطان او في الارضيه. خلاص، وتقريبا بعد واحد لاتنين اسبوع بتكون الايج حصل لها هاتش وطلعت مين، لارفا. طب بص لي على اللارفا بقى، ايه المميز للارفا؟ اولا اللارفا فيها اربعه انستارز زيها زي اللي خدناها في الناموس، لارفا واحد انستار، انستار اتنين، انستار تلاته، انستار اربعه. الماتيور لارفا اللي هي الاخيره بقى، اللي هي اللارفا الرابعه الفورس انستار، بتبقى من اربعه لسته، من اربعه لسته ملي متر لونج. حلو الكلام. طب بتتميز بايه، ايه اهم ميزه فيها؟ لا هيد، ما احنا اتفقنا ان مات السيره كلها انا اقدر اشوف الهيد والسوكس والابدومين. الهيد بتاعتها بتبقى بلاك هيد، بتبقى هيد سودا، يبقى كاركترايزد باي بلاك هيد، وسيجمنتد جريش بودي، بقيه الجسم جريش، يبقى الهيد بلاك وبقيه الايه الجسم جريش، وعليه بريستل، عليها شعر. طب البيوبا، البيوبا اللارفا بتدي بيوبا، وبعد كده البيوبا تطلع او تفتح وتطلع منها مين، وتطلع منها الادلت. يبقى الحشره دي تاني اسمها ايه، فليبتوماس. اللايف سايكل فين، بيبقى موجوده على الارض التريستيريال، وبالتالي الادلت بتحط البيض في الشقوق سواء في الحيطان او على الارض، عكس الناموس، الناموس كانت بتحطه في الميه. خلاص، اللارفا اهم ميزه فيها لها دماغ اسود ايه، مدور صغير. طيب نيجي هي بتنقل ايه، اهميتها ايه؟ هي اولا بلاد ساكنج ارثروبود، لان الماوس بارت بتاعتها ادابتد فور بيرسنج اند ساكنج زي ما اخدناه في الجدول اللي موجود اللي فات. اهم حاجه ليها بقى، بتنقل مرض خطير جدا 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 في البروتوزوا اسمه ليشمانيا، لما نيجي في البروتوزوا ان شاء الله نشرحه، اسمه ليشمانيا سبيشيز. اسمه ايه تاني؟ ليشمانيا سبيشيز. طب بتعمل ايه؟ بتعمل اليرجيك كونديشن نتيجه للبايتنج. المرض ده اسمه هراره، هرارة ده اسم عربي الانجليز اخدوه مننا. ساعات كده تلاقي العيل عليه حاجات زي حمرة كده في راسه، خلاص، والناس الكبيرة يقول لك ده عنده حرارة، تقول لك ده حرارته حلوة، يا درجة حرارته حلوة، يقول لك لا، حرارة، حرارة في جلده. حلو، هي دي الالرجيك كونديشن موجودة في الجلد، فهم الأجانب ما سألوهاش اسم، فخدوا الاسم العربي وسموها هرارة. ماشي؟ طيب، ممكن بترانسميشن لحاجة اسمها ساند فلاي فيفر. في فيروس كده بيجي من الساند فلاي، ما الساند فلاي الفليبتوموس، فسموها باسمها ساند فلاي فيفر، وبعد كده ترانسميشن لنوع من البكتيريا اسمها بارتونيلا باسيليفورم، ده بتعمل مرض اسمه اوريا ديزيز، اوريا فيفر او كاريون ديزيز. حلو الكلام، يبقى دي الحاجات اللي بتنقلها. ركز لي قوي على الليشمانيا، ركز لي قوي على مين، على الليشمانيا والهراره. كده خلصنا السايكو ديدي، نخش في العيله اللي وراها اللي اسمها سيراتو بوجونيدي، اسمها سيراتو بوجونيدي، سيراتو بوجونيدي اهي، في ناس بتطلع عليها كيراتو بوجونيدي، بس السيمة تنضج وراها ايه تبقى سيراتو، سيراتو بوجونيدي، او بيسموها بايتنج ميدج، او الجوناتس، او الهاموش. احنا بنسميها هنا هاموش.
بيقول لك تقريبا في 800 نوع من الهاموش متوزعين على مستوى العالم. ايه هو الهاموش ده؟ الهاموش ده لما تيجي تجري كده الصبح بدري، المورنينج او الليت، ايه افتر نون، اخر النهار، تحس ان في حاجات صغيره اصغر من ناموس كده دخلت في عينيك وايه وعورت عينيك، او لما يكون في عمود نور في الشارع كده بالليل تحس ان في حاجات صغيره كده طايره حواليه. هو ده الهاموش، هو ده الايه الكيوليكوتس، هو ده الجينس احنا بنسميه كيوليكوتس او بايتنج مين ميج. البايتنج ايميج هناخد جينس في اسمه كيوليكويتس، اسمه ايه تاني؟ كيوليكويتس. ايه الحشره دي؟ دي الحشر حقيقي ودي صوره، يبقى العيله اسمها سيراتوبوجونيدي او بقول عليها بايتنج ايميج او هاموش. هناخد سبيشيز اسمه ايه تاني؟ كيوليكويتس. طيب نفس الجدول الظريف اللي احنا اخدناه قبل كده، الاسم كيوليكويتس. طيب السايز بتبقى سمول انسايد، تاني كانت 5 مللي، ده شوف بقى من واحد من نص ل 2 مللي، صغيره جدا عشان كده انت ما بتقدرش تشوفها قوي، شوف حاجات صغيره كده طايره. لونها جريش تو براون، بص كده تحس ان في حاجات جريش وحاجات براون، عشان كده بنسميها جريش تو براون، دي الاصليه، دي صوره جريش تو ايه تو براون. طب نيجي للبروبوزز، ركز بقى معايا في البروبوزز. البروبوزز بيبقى شورت وهانجد فيرتيكال، يعني نازل لتحت بقها، خلاص خد بالك ده بقها حدادي. ليه؟ هو اولا ادابتد فور بيرسك اند ساكينج، خد بالك كونسيست من ايه؟ شارب لابرام تو ماندبل شارب وشارب ماكزيلي، يبقى لابرام شارب وماندبل شارب والماكزيلي شارب، يبقى كل اجزاء البق تقريبا شارب حدادي، عشان كده بتبقى لها بينفول بايتنج، قرصتها صعبه رغم انها صغيره كده الا ان قرصتها ايه صعبه. طيب الانتنا لونج 15 سيجمنت، نفتكر انتنات كده، الانتنا كانت في حاله الناموس من 14 ل 15، في حاله الساند فلاي كانت 16، هنا ايه 15، بس هنا زي الناموس بلوموس في الميل وبيلوز في الفيميل، لكن في حاله البايتنج بتاع الساند فلاي كانت الميل والفيميل هيري، لان الحشره كلها كانت ايه كانت هيري. هنا السيجمنت 5 سيجمنت، المجزرة البلب 5 سيجمنت عادي زيها زي كل النيماتوسير، والاي لارج بلاك اي اهي حاجات سودة كده زي ما انت شايف لارج بلاك اي، والسوركس زيها زي الساند فلاي بالظبط، هامبد سوركس تحس ان ليها قتب، يبقى هامبد سوركس اوفر ذا سمول هيد اللي انت شايفها دي. طب نيجي للمهم بقى، الجناحات. الجناحات بيقول لك عليها موتلد، ودي حاجه مميزه ليها جدا جدا، بص كده في لطع مزرقش، كلمة موتلد معناها مزرقش، مزرقش موتلد، بس ما بتسيبهاش اريكتد زي الفليبتوماس، لا بيبقى تقفلها زي الناموس بالظبط، زي الايه؟ زي المقص المقفول، يبقى ات ذا ريست بتعمل كلوز دي بير اوف سيزر، زي المقص المقفول على البطن بالظبط، بتقفلها زي المقص المقفول، لكن الوحيده اللي كانت مذنبه نفسها ورافعه جناحاتها على طول كانت مين؟ الفليبتوماس. الابدومين جريش تو براون، معنى اتفقت اصلا الحشره جريش تو براون، الابدومين تحس ان هي جريش تو ايه؟ تو براون. طيب نركز كده معايا في الصور دي، او بص الموتلد كده، دي اشكال، ما احنا اتفقنا هما 800 نوع، اشكال للموتلد بتاعت الكيوليكويتس، اشكال تحس هو مزرقشه، وده البق الحداد اللي احنا قلنا كل حاجه فيها ايه شارب. طيب نخش على اللايف سايكل. اللايف سايكل حلو قوي، بتقوم جايه حاطه البيض بتاعها، بتحطه فين بقى؟ ركز معايا، في حالة الناموس كانت بتحطه في المية، في المية، في حالة الفليبتوماس كانت بتحطه على الناشف في أي شقوق في الحيطة أو في الأرض، هنا بقى تحطه فين؟ ما بين البينين في الحتت الموحلة، الموحلة اللي المطينة بطين، يعني إيه؟ تحس كده مثلا في الأماكن اللي فيها مسقة الحيوان بيشرب فيها والمية بتقع، تحس إن هي مطينة كده طين، شفت الروبة بتاعت الشتاء؟ زيها، دي أحسن حتة تمشي فيها اللايف سايكل بتاعت مين؟ الكيولوكويتس، وزي ما اتفقنا البيضة هتبقى لارفات شبه الدودة، وبعد كده تدي بيوبا، والبيوبا تطلع أدلت اللي جناحها مزرقش وجميلة أوي. طب نتكلم بالتفصيل، إيج لارفا بيوبا. الإيج الفيميل بتبقى أوفيبيرس، بتحط بيض زي ما اتفقنا، البيض بقى براونش تو بلاك، لا إما أبيض لا إما بني، حلو الكلام؟ بتحطه فين بقى؟ بقى حجمه 5 أو نص مللي، بتحطه في الدامبي مارشي، دامبي مارشي يعني الحتت المطينة، أو أي ديكينج فيجيتابل مطر، أي شوية فيجيتابل كده معفنين تحط، تقوم حاطة البيض عليهم. الإيج هاتش تقريبا من 2 ل 9 أسابيع، بياخد فترة كبيرة شوية على ما يحصل له هاتش. طيب أما اللارفا، أما الإيج هاتش وتطلع لارفا، اللارفا دي سويم في المية وبرضه فيها أربعة انستارز، أربعة لارفا انستارز، يبقى أربعة لارفا انستارز شفناها فين؟ شفناها في الناموس، شفناها في الفليبتوماس، وكمان في الكيوليكويتس.
حلو الكلام. وبتبقى كاركترايزد بايه؟ بسيجمنتد بودي وانال جيلز. بص كده ادي سيجمنتد بودي وفي حاجات ورا كده صغيره نقول عليها انال جيلز. في خلال 15 ل 20 يوم تكون كونت بيوبا. ركز بقى معايا في البيوبا. البيوبا براون، بيوبا ومن 2 ل 4 مللي. الارقام يعني لو ما عرفتش تحفظها قوي مش مهم، اهم حاجه الحاجتين الجايين دول عندها ريسبيراتور ترومبيتس اهي، فاكرين البيوبا بتاعت الناموس زيها عشان تتنفس منه، وعندها بير من التيرمينال هورن. بص كده قرنين، بيوبا دي لها قرنين، انا اول مره اشوف بيوبا لها قرنين. طب القرنين دي بتعمل بهم ايه؟ بتساعد بيهم في حاله الايه، السباحه في الميه، يعني بتستخدمهم في السويمنج، بنستخدمهم في مين؟ في السباحه. يبقى عندها تيرمينال هورن، الحاجات الحمراء دي اللي انا بعملها لك عشان تركز عليها. يبقى ريسبيراتور ترومبيتس عشان تتنفس بيها عندها تيرمينال هورن. الادلت تقريبا من 3 ل 10 ايام بيكون طلع منين؟ من البيوبا. اسمها ايه تاني؟ كيوليكويتس. اسمها ايه تالت؟ كيوليكويتس. طب الكيوليكويتس بتعمل لي ايه؟ اهميتها ايه؟ قال لك بتعمل اناونسنج الانيمال والمان، وبتعمل برضو اليرجيك كونديشن، بس لا تعملش هراره. امال بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها سويمنج اتش، سويتنج اتش. ايه اللي سويتنج اتش؟ سويمنج اتش دي بتاع البهارسي، دي اسمها سويتنج اتش. دي الاتش اللي مجيه على العرق. ساعات كده في الانسان تحس زي ما يكون في جلد كده، وتحس اللي هي لونه اتغير وبقى حساس زي اليرجي، يقول لك دي عرقه، عرقه يعني من العرق. لا هي مش عرقه ولا حاجه، دي من القرص ده، بيقول لك دي او سمر درماتيتس او سويتنج اتش. هنشوف صوره ليه بعد كده، بس هي بتبقى موجوده في الهورس كتير قوي. اسمها ايه تاني؟ سويتنج اتش. طيب الانترميديت هوست بتبقى انترميديت هوست لبعض الفيلاريال ويرم، بعض الفيلاريال ويرم زي مين؟ زي الانكوسيركا ريتيكولاتا، دي حاجه من الفيلاريا المفروض في النمبر سيت اللي احنا كنا المفروض ندرسها في الترم الاول، انكوسيركا ريتيكولاتا وانكوسيركا جيبسوني خلاص ومانسونيلا اوزوردي، الثلاثه دول تبع الفيلاريا. مين اللي بينقلهم؟ الكيوليكويتس. طبعا الحاجات اللي فيها طفيليات تحفظها جامد جامد. طب الفيكتور برضو بتنقل بروتوزون هناخده في الترم ده ان شاء الله، اسمه هيموبروتياس كولامبي، ده بيجي للطيور. اسمه ايه تاني؟ هيموبروتياس كولامبي، هيموبروتياس كولامبي. يبقى دول طفيليات تحفظهم زي اسمك. طيب خلصت بقى، كمل بقى عليهم فيروسات وبكتيريا. هي بتنقل بعض الفيروسات زي البلو تانج، ده نوع من انواع الفيروسات، والافريكان هورس سيكنس. حلو الكلام. فاكرين السويتنج اتش اهي؟ تحس ان في حاجات الشعر واقع منها ده حمره، ولا بتيجي بيقول لك في الهورس كتير، وده السويتنج مين؟ اتش. اسمه ايه تاني؟ سويتنج اتش ماشي، او السمر ديرماتايتس، سمر لانه بينتشر في السمر. طيب كده خلصنا العائلتين دول، نخش في اخر عيله في النيماتوسيرا اللي اسمها سيميوليدي. اسمها ايه تاني؟ سيميوليدي. اسمها ايه تالت؟ سيميوليدي. سميناها لك كده عشان اهم واحده فيها حشره فيها اسمها سيميوليام، اسمها سيميوليام. الحشره دي سوده زي ما انت شايف، دي صوره ودي شكلها الحقيقي سوده، فعشان كده بيسموها بلاك فلاي او بافالو جناتس. هي بلاك فلاي، يبقى هي سمول بلاك فلاي، وبتبقى منتشره في العالم. اسمها تاني سيميوليوم، سمول بلاك فلاي، ساعات بيسموها بلاك فلاي. ونبدا بالجدول الظريف بتاعنا ده، هي النيم سيميوليوم خلاص. الشيب او السايز بتبقى سمول سايز من 1.5 ل 5 مللي، والكلر بتبقى بلاك ان كلر زي ما انت شايف، هي اسمها اصلا بلاك فلاي، يبقى بلاك ان كلر. نيجي للهيد والثوركس والابدو. الهيد البروبوزيس بتاعها ادابتد فور بيرسينج اند سكندري فيتي، حتى بقها وبتقرص في جلد ايه، بتمص دم خلاص، وبرده بقها حدادي زيها زي الكيلوكويتس، يبقى لها شارب لابرام وتو ماندبل وتو ماكزيلي زيها زي الكيلوكويتس. طب نيجي للانتن، هي نيماتوسيرا، طبعا نيماتوسيرا المفروض الانتنه بتاعتها طويله، بس دي اقصر انتنه في النيماتوسيرا، دي بتبقى 11 سيجمنت. احنا اول مره نشوف 11 سيجمنت، احنا شفنا 14 15 في الناموس، وبعد كده 16 في الساند فلاي، وبعد كده 15 في البايتنج ميج، ودي 11 سيجمنت خلاص. بس خد بالك بقى، وزود هير، وزود هير في الميل والفيميل، ركز معايا عشان دي حاجات دي بتيجي اسئله في الام سي كيو. في حاله الناموس خلاص وحاله البايتنج ميج كنا بنقول بلوموز وبايلوز خلاص، في حاله الساند فلاي كان في شعر في الاثنين، في حاله السيميوليوم ما فيش شعر في الاثنين، في الاثنين هم الميل والفيميل. في حاله المجزره البلب احنا اتفقنا ان كل المجزره البلب في حاله النيماتوسيرا بتبقى 5 سيجمنت، بس هنا مشكله ان السيجمنتات بتاعتها مش واضحه من بعض، بقول عليها كونسبيوس خلاص، مش واضحه منين؟ من بعض، مش واضحه من بعض، كونسبشوس خلاص. طيب الاي زي ما اتفقنا لارج اي، اي لارج بلاك اي، بس هنا بتبقى الاي هولوبتك ودايوبتك. يعني ايه هولوبتك ويعني ايه دايوبتك؟
هولوبتك يعني العينتين قريبين لبعض قوي، فتحس لازم يكون عين واحده في الميل يعني احول لجوه. دايكوبتك يعني العينتين بعيد عن بعض، فتحس هما اتنين جاي عن اتنين، ففي حاله الفيميل فتبقى حول البره، يبقى احول لجوه ميل حول البره فيميل. السوركس العيله الناس دي كلها بتبقى همبت سوركس ما عدا الناموس طبعا، بتبقى همبت سوركس زي ما انت شايف. نيجي بقى للجناحات، خد بالك التانية اللي احنا استخدمناها من الكويلوكويتس كانت موتلد، هنا كالرلس ما عندهاش لون في الجناح، جناحها ابيض يا ورد، هناك كانت موتلد، هنا ايه تاني؟ كالرلس. خد بالك الحاجات دي بتيجي في الام سي كيو، هنا كالرلس، والفينيشن بتاعها مش واضح، تحس ان مش شايفه اصلا، باهت، نقول اندستينكت فينيشن، الوينج فينيشن بتاعه مش واضحه قوي، وبتبقى قفلاه زي المقص بالظبط، يبقى مفيش حد مذنب نفسه الا الفليبتوماس اللي احنا اخدناه اللي هو الساند فلاي. الليجز بتبقى لونج ليجز، حلو الكلام. طب الابدومين، كل اللي تعرف الابدومين هي سيجمنتد وبتبقى سايلندريكال. كده خلصنا الادلت، سيجمنتد ومين وسايلندريكال. نيجي لللايف سايكل، خد بالك اللايف سايكل برضه فيها حاجات مميزه كتير. الايج زي ما انت شايف اهي هتطلع لارفات، بس خد بالك لارفات كتير، احنا كنا بنقول اربعه لارفال ان ستارز، دي ممكن توصل لثمانيه لارفال ان ستارز. وبعد كده بيوبا، بص كده على البيوبا، البيوبا بتاعتها شبه الكروكس، عارفين الكروكس؟ الكوكون بنسميه عندنا كوكون، بص كده انت ممكن تدخل رجلك هنا صح؟ ورجلك توصل لحد هنا، انت عامله زي الكروكس اهي. خلاص بما كوكون. وبعد كده الادلت اهي اللي الجناح بتاعها ما هوش موتلد ولا حاجه، بقى كالرلس. طب نتكلم بالتفصيل بقى على الايج واللارفا والبيوبا، ركز معايا بقى. الايج خلاص او الادلت بتحط الايج بتبقى 1 × 10^4 × 10 مللي، بتحطها فين بقى؟ نركز مع بعض. في حاله الناموس كانت بتحطه في الميه، في حاله الفليبتوماس بتحطه على الارض على الناشف، في حاله الكلوكوس كانت بتحطه في الطينه المطينه بتين، في الحاجات اللي ما بين ايه اللي بتبقى نقول عليها مادي. خلاص هنا بتحطه فين بقى؟ بتلاقي بتحطه على الاماكن الملزقه، ستيكي ماس. يعني ايه ستيكي ماس؟ ساعات بقى في صخور كده في الميه على جوانب الترع، بيبقى نص الصخره في الميه ونصها فوق، فبتبقى الصخره عليها ماده زي الريم كده ملزقه، هي بقى بتحب تحط الحاجات على الريم دي. خلاص فبتتحط على ستيكي ايه ماس، ستيكي ماس اجينست بارشيال، بارشيال سبمرجد يعني الصخور، ستون الصخور اللي نص نص في الميه دي، او على الفيجيتابول اللي بتبقى ماشيه في الميه، فبتبقى برضو عليها ستيكي ايه ماس. ومن 3 لـ5 ايام بتكون فقست البيضه وطلعت ايه؟ وطلعت لارفا. اللارفا ايه اللي بيحصل فيها؟ التفانه دي الوحيده اللي فيها 8 لارفال ان ستارز، فيها 8 لارفال ان ستارز ماشي. واللارفا بقى فيها حاجات كتيره مميزه، اولا الماتيور اللي هي الاخيره خالص رقم 8 بتبقى كبيره من 8 ل 13 ملي متر ملي في اللونج. خلاص ركز معايا بقى، كالرليس بور سيجمنتد يعني ملهاش لون والسيجمنتيشن بتاعها مش واضح، بس فيها حاجتين مهمين جدا. الجزئيه ده بص كده على الجزئيه دي، دي اللارفا، دي رسمه هوريك الحقيقه بعد شويه. بص كده على الحته دي اللي لها بلاك هيد زي ما انت شايف كده، يبقى لها ايه تاني؟ بلاك هيد، ولها براش، في حاجه اسمها براش هي مش واضحه هنا اوريها لك في الصوره، نقول عليها فيدنج براش، الحاجات اللي بتاكل بيها، يبقى هي بلاك هيد ولها فيدنج براش في البلاك هيد ده. وفي حاجه مميزه تاني، لها حاجه زي الصابع تحت كده، شايفين ده؟ ده صابع اهو، شايفينه هنا؟ صابع، صابع تحس لازم يكون ليج صغيره، نقول عليها بروليك. يبقى المميز ليها السيجمنتيشن بتاعها مش واضح قوي وهي لونها جريش، وخد بالك لها بلاك هيد خلاص، واتنين كبيره من الماوس براش زي ما اتفقنا، ولها بروليج، انا اول مره اشوف حاجه لها بروليج. طب نيجي للبيوبا، زي ما اتفقنا ان البيوبا عامله زي الكروكس، فاكرين الكروكس؟ ماشي، بتبقى موجوده على السبمرجت اوبجكت برضو، بتبقى سليفر شيب، سليفر يعني شبه الشبشب اللي هو الكروكس يعني، بتبقى براون، وبقول عليها كوكون، قول عليها تاني كوكون، بس هو دي الميزه اللي فيها. لا عارفين الشعر ده؟ الشعر ده مش شعر، ده اقول عليه ريسبيراتوري جيلز، اقول عليه تاني ريسبيراتوري جيلز. والادلت بتبقى بتطلع من البيوبا تقريبا من 2 لـ6 ايام. طب بص بقى على الصور الحقيقيه، ده البيض حقيقي بتاع السوميوليوم، دي اللارفا الحقيقي بتاع السوميوليوم، تحس هي السيجمنتيشن بتاعها مش واضح ولونها شفاف شويه، وده اهي الماوس براش الكبير احنا قلنا عليها البروليج طبعا عشان في المنطقه دي فمش شايفها. ودي البيوبا اهي السليبر شيب الكوكون، وده الايه الجيلز اللي موجوده عليها اللي هي الريسبيراتوري جيلز. طب اهميه السوميوليوم ايه؟ السوميوليوم بلاد ساكينج، بيمص الدم، ما بيسيبش حيوان وما بيعتقوش، ما بيسيبش اي حد ويعتقه الا يمص دمه،
كل حاجة بيمص دم. اللي قبله بيرد، كاتل، اكواين، مان، خلاص. بس في الكاتل بيعمل حاجة اسمها بيتيكال هيموروج. بيتيكال هيموروج يعني نسف بس في نقط صغيرة كده، تحس ان في نقط كده بتنزف صغيرة، نقول عليها بيتيكال هيموروج. خلاص ليه؟ لان هما بيحب يقرص، بيقرص في جماعات زي الذئاب كده، بيهاجم في جماعات، بيعمل ماس اتاك على اريا معينة في سكين فاين، يجي بص يختار حتة سكين كده رقيقة حلوة كده، ومجموعة يقوم بوب داخلين عليها ايه، مصين منها الدم. وبرضه بتعمل ديكريس للانيمال برودكشن، ما اكيد مش انيمال مليان قاعد يتقرص من كل حته ويروح ياكل ويعمل برودكشن. وانترميديت وسط بعض الفيلاريال ويرم اللي هي اونكو سيركا سيرفيكاليز، وانكو سيركا كوتيروزا، وانكو سيركا فولفلاس. دي في الاكواين، دي في الكاتل، دي في المان. وبتنقل مرض مهم جدا في البروتوزوا، احفظه زي اسمك، اسمه ليكوسايتوزون، هناخده. يبقى التاكه بتنقل الهيموبروتياس، دي بتنقل ليكوسايتوزون، والساند فلاي كان بتنقل الليشمانيا، احفظ الحاجات دي زي اسمك. خلصت الطفيليات، خش بقى على الفيروس، اكواين انسفاليتس، اكواين ستوماتيتس. يعني حتى لو حاجات الفيروسات والبكتيريا نسيتها مش مشكله، لكن ما تنساش الطفيليات، الطفيليات ما تنساش فيها الطفيليات. حلو الكلام؟ طيب ده بقى يعني زي تجميعه كده للسيميوليوم اللي احنا اخدناها بالاشكال بتاعتها، ايج لارفا بيوبا ادلت، والسيراتوبوجنيد اللي هي البايتنج ايميج، والفليبيتوماس. الاثنين دول تبع الدبان، الجلوساينا والماسكيد لسه هناخدهم. حلو الكلام؟ طيب احنا كده خلصنا النيماتوسيرا بالاربع عائلات بتوعهم، وكانت طويله شويه. البراكيسيرا صغيره فهنخطفها معاهم. حلو الكلام. كلمة براكي سيرا يعني ايه؟ براكي سيرا، براكي يعني قصير، وسيرا يعني طويل، براكي يعني قصير، وسيرا يعني انتنة. يبقى دي انتنتها قصيرة ليه؟ زي ما اخدنا قبل كده في الجنرال، الانتنة بداية بتتكون من 3 سيجمنت ديس سيميلر، ما همش قد بعض. يعني السيجمنت دي مش قد دي، مش قد دي، رقم 3 هي اكبر واحدة فيهم اللي هي دي، لها بيزل بروسيس زي ما انت شايف، واربعة انيوليشن يعني اربع تحززات. واتفقنا عرفنا الفرق بين السيجمنت والانيوليشن. سيجمنت يعني مفصولة من بعض، انيوليشن يعني تحزز من بره بس، لكن كلهم من بعض موصلين لبعض. دي رسمة، دي الحقيقي بقى، ده عنين الحشرة اهي. بص كده، ادي سيجمنت وادي سيجمنت وادي سيجمنت، دي الكبيرة اهي ولها البيزل بروسيس اهو، والاربعة انيوليشن. طيب البراكيسيرا او قصيرات قرون استشعار، هناخد عيله فيها اسمها التبانيدي، عيله اسمها ايه تاني؟ التبانيدي. هناخد حشره بالتفصيل اللي هي التبانا سبيشيز، الاثنين دول كل واحده فيهم شريحه، لان هما كلمتين وبس، يبقى نتكلم على دول في كلمتين وبس. لكن العيله دي مش هنتكلم بالتفصيل الا على مين؟ التبانس. اسمها ايه تاني؟ تبانس سبيشيز، ما سمينا العيله على اسمها تبانيدي. بص كده، الحشره دي حشره تخوف، حجمها قد الدبانه بتاعتنا 3 مرات، عشان كده بيقول لك لارج روبست، روبست يعني متوحشه فلاي. والحشره الوحيده كده اللي هنشوفها في العمل عندنا ليلو تو براون، صفرة في بني، تحس شكلها حلو كده، صفرة في بني. ليه؟ لان خلفيتها صفرة زي ما انت شايف، وعليها خطوط بني، فعشان كده يقول لك يليش تو براون ان ايه، ان كلر. وبرده حاجه تدي لها الشكل الروبست، بص كده الهيد، الهيد بتبقى عريض قوي عن السوركس. شفت الصينيين بيلبسوا الطاقيه ساعات بتبقى عريضه كده على دماغهم، اكبر من جسمهم اصلا، اهي بتبقى الهيد بتاعتها مبططه وعريضه عن مين؟ عن السوركس. حلو. طيب نتكلم عن الادلت ونجيب الجدول الظريف بتاعنا. خلاص، النيم بيبقى تبانس، دي غلط، النيم بتاعتها تبانس، تبانس سبيشيز، خلاص يبقى تبانس سبيشيز. السايز بتاعها بيبقى لارج سايز، بقول لك 3 مرات قد الماسكه، الماسكه دي اللي هي الدبانه بتاعتنا اللي موجوده في المنزل، هندرسها بعد كده، يبقى دي 3 مرات قد مين؟ قد الماسكه. الكلر احنا اتفقنا اصفر في بني، لان خلفيتها صفراء وعليها خطوط بني. نيجي للبروبوزيس، رغم انها كبيره كده انها بتمص دم برضه، تخيل بقى قرصتها هتبقى عامله ازاي؟ يبقى ادابتد فور بيرسينج اند ساكينج، دبانه وكبيره وبتقرص وتمص دم. دي دبانه، احنا خلاص خلصنا الناموس، دبانه وكبيره وبتقرص وتمص ايه؟ دم. حلو الكلام. طيب نمسك الانتنه، الانتنه اللي احنا خدناها بتاعت البراكيسيرا هي نفس اللي احنا خدناها في البراكيسيرا، بتبقى مين؟ 3 سيجمنت وديس سيميلر، الثالثه اكبر واحده فيهم عليها بيزل بروسيس، واربعه انيوليشن عليها بيزل بروسيس، واربعه مين؟ انيولش. الماكسيلر بال ب2 سيجمنت، ما احنا كنا بنقول ان نيماتوسيرا 5 سيجمنت، في الفرق بين نيماتوسيرا وبراكيسيرا والسايكل راف لو نفتكر، والبراكيسيرا بتبقى 2 سيجمنت والسايكل راف بتبقى 1 سيجمنت. حلو الكلام. طيب الايز، الايز بقى فيه هولوبتك ودايكوبتك زي اللي احنا اخذناها في الحشره اللي خدناها من شويه، برضه هولوبتك ومين؟ ودايكوبتك، هولوبتك ودايكوبتك. طب نكمل بقى السوركس والابدومين. السوركس بص كده معايا، هو لونه اصفر
الخلفيه بتاعته صفراء وعليه 3 خطوط بنيه بالطول، يبقى اقول عليه يلو ان كلر والثري لونجيتيودينال دارك براون ستريبس، دارك براون ستريبس. حلو الكلام. طيب الثوراكس احنا اخدنا فيه وينج واخدنا فيه ليج، الليج دي دبانه فبالنسبه لجسمها بتبقى شورت. خلاص خلصنا. نيجي للوينج. الوينج هقوله لك كده وبعد كده هقول لك في ايه في شرحها بالتفصيل، لان الوينج من الحاجات المهمه في التبانس. الوينج يبقى لارج وممبرينس ويبقى تريانجولر مثلث، لان دي دبانه عريضه. حلو الكلام. ويبقى فيها وينج فين وكروز فين كتير، لان احنا اتفقنا بريك ستار يبقى فيها كروز فين كتير. ركز معايا، 1 و2 سنجل. حلو الكلام. 3 و4 كل واحده برانش منهم 2 برانش، 5 برانش 5 برانش، و6 سنجل. معايا حاجات ده هقولها لك بالتفصيل. وفي كروز فين بيجي بين 4 و5، بيعمل لي ديسكال سيل بيبقى شكلها سداسي نقول عليها هكساجونال شويه، وهجيبها لك بالتفصيل. طب الابدومين، الابدومين 7 سيجمنت زي ما انت شايف، وبتبقى لونها اصفر وعندها خطين بني بالطول، يبقى عندها 2 دارك براون ستريبس. يبقى الستوركس كان فيه 3 خطوط بني لكن 2 دارك براون ستريبس. ده الانتنه هي تاني عشان الناس تركز عليها، لان اصلا حاططها في المجموعه بتاعتها عشان الانتنه اللي هم 3 سيجمنت مش قد بعض، الثالثه كبيره بيزل بروسيس 4 انيوليشن. طيب نيجي للوينج بقى اللي احنا كنا قلنا عليه، ركز معايا. احنا قلت فانا هو لارج ممبرينس وكلير وكاركترستيك قوي، الفينيشن بتاعته كاركترستيك قوي. ليه بقى؟ 1 و2 سنجل. ركز معايا، فين 1 وفين 2؟ الكوسترا والسبكوسترا ده هو 1 اهو سنجل، ده هو 2 اهو سنجل. ركز معايا بقى، 3 برانش 2 برانش. بس انت اتفقت معاك قبل كده ان رقم 3 هو دايما اللي بيوصل للايبكس. طب ما يكون هو برانش 2 برانش والمفروض لو هو ماشي مستقيم كده يوصل للايبكس، يبقى في برانش هيجي قبل الايبكس وبرانش بعد الايبكس. يبقى 3 اهو 2 برانش، 1 قبل الايبكس 1 بعد الايبكس. طيب 4 2 برانش اهو، بص كده 4، احنا كده خلصنا 3 4 اهو، اهو جاي من اهو 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 2 برانش، اللي هو ده وده اللي هو M1 و M2، دول البرانشات بتاعت مين؟ 4. خلصنا عند M2، خليك فاكر. 5 3 برانش، بص بقى معايا على 5، شفت التخين ده؟ ده 5. فين البرانش؟ اهو ادي اول واحد ماشي، مش احنا اتفقنا عند M1 و M2 دول بتاع 4؟ اهو ده اول برانش، وده تاني برانش، وده تالت برانش. 5 اهو تاني، ده الاول برانش وده التاني وده التالت. حلو. طيب 6 سنجل، بس قبل ما يوصل للمارجن بتاع الجناح بيلزق في البرانش التالت بتاع الوينج فين رقم 5 اهو، 6 سنجل اهو. وقبل ما يوصل للمارجن بيحصل فيوز دي بينه وبين البرانش التالت بتاع الوينج فين رقم 5. طيب سيبك من العك ده كله، بيجي وينج فين في المنطقة دي كده، في الحتة دي مش ده 4 ودي 5، ما بين 4 و5 في المنطقة دي كده، ووينج فين كروز فين هنا، كروز فين هنا وكروز فين هنا، بقوم قافل لي خلية في النص. الخلية اللي في النص دي بقول عليها ديسكال سيل، قول عليها تاني ديسكال سيل. بص كده شكلها سداسي عامل زي خلية النحل، فنقول عليها هكساجونال شيب ديسكال سيل. طب احنا اتكلمنا الكلام ده على الرسمة، طب تعالى بقى نتكلم على الجناح الحقيقي. بص كده معايا، هنبدأ من 6 اهو، 6 اهو سنجل ولازق في البرانش التالت بتاع الوينج فين رقم 5، 5 اهو التخين اهو، ده البرانش التالت التاني الأول شايفينه؟ طيب ده الكروز فين اهو، الاتنين برانش دول بتوع الرابع والرابع ماشي اهو، اه 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 اه، ويجي الكروز فين هنا والكروز فين هنا. أول ما أشوف الجزء الشكل السداسي ده أوتوماتيك دي مين؟ تبانس. التالت اهو برانش قبل الإيبكس وبرانش بعد مين؟ الإيبكس، وده التاني والأول سنجل. يبقى انسى حتى الكلام ده كله، الكلام ده كله للنظري. انا اعرفها ازاي؟ اول ما ابص على الجناح اشوف شكله سداسي في النص اوتوماتيك وانا مغمض دي تبانس، ويبقى حجم كبير. ليه؟ لان بقول لك الحشره نفسها قد الماسكه بتاعتنا مرتين ثلاثه، فجناحها هيبقى قد جناح الماسكه مرتين ثلاثه. ماشي؟ طب نيجي لللايف سايكل بتاعتها، برده كومبليت ميتامورفوزس، فهتدي بيضه والبيضه بتبقى رفيعه كده عامله زي السيجاره. خلاص، وبعد كده تدي لارفات، لارفات شبه الدوده، وبعد كده الدوده تعمل لي شرنقه بيوبه، وبعد كده تطلع لي الادلت. شفت الانتنة بتاعتها قصيره ازاي وعريضه اهي، وفي الشكل السداسي ممكن تشوفه، تقول عليها مين؟ تبانس. اقول عليها مين تاني؟ تبانس. نمسك بقى بالتفصيل الايج، الايج اقول لك ايه، الادلت بتدي كريمي تو جريش سيجار شيب، احنا اتفقنا رفيعه شبه مين؟ السيجار، ومتجمعه في باتش. بص كده ده ايج طبيعيه حقيقه مش رسمه، كل الحاجات البيضة دي ايج عاملة زي السيجارة بيضة اهي ومتجمعة في باتشز، يبقى كريمي تو جريش سيجار شيب باتش. حلو الكلام. كل باتش من دي بتحتوي على تقريبا 1000 بيضة. ماشي. طب بتحطها فين؟ في الحتت المطينة بتين زيها زي الكوليكويتس، بتبقى موجودة على الفيجيتابول، على الدكين الفيجيتابول، او المادي اريا اللي هي الطينة اهي، او الشال ووتر لو مياه ضحلة شوية يعني طينة فيها شوية مية.
حلو الكلام. طيب الايج هاتش وبعد اسبوع بتطلع لارف. طب شكل اللارفا ايه؟ تبقى ماجوت لايك. فاكرين اللارفات اللي احنا اخدناها تبع البراكيسيرا؟ كنا بنقول في النيماتوسيرا لها هيد، كنا بنتكلم عن الهيد. هنا الهيد بتبقى ال ديفلوبد. ال ديفلوبد يعني اقول عليها ايه؟ ريتراكتابل. كانت الهيد بتاعتها بتبقى ريتراكتابل سمول وريتراكتابل، والبودي بتاعتها بيتكون من 11 سيجمنت وعليه هير، 11 سيجمنت وعليه هير، فعشان كده بتبقى شبه الدوده، فقول عليها ماجوت شيب. اقول عليها تاني ماجوت شيب. اللارفا لما تقع على السيرفس على الارض بتعمل ايه؟ بتقوم فحره في الارض في الطينه، مش شايف الطينه؟ بتديس ابير، بتختفي في المض تحت خالص عشان تتشرنق، وفي يومين ثلاثه عشان تتشرنق، تقعد يومين ثلاثه وتتشرنق وتطلع لنا مين؟ البيوبا. البيوبا بتقعد من اسبوع، من اسبوع لاسبوعين خلاص، وبعد كده تطلع لنا مين؟ الادلت. تطلع لنا الادلت منين؟ من البيوبا. اللايف سايكل بتاعت الحشره دي كلها على بعضها من اول الايج لحد ما تطلع لنا الادلت تاني بتاخد من 3 ل 4 شهور. يبقى اللايف سايكل دي كلها بتاخد من كام شهر؟ من 3 ل 4 شهور. بص لي كده، ده ادلت اهي، بتشوف بترص البيض كام بعضه، تك 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 تك، اللي هو السيجار شيب اللي بتعمله باتشز، وده البيض اهو اللي موجود فين؟ في باتشز. ده البيض اللي موجود في باتشز. الحشره دي من الحشرات المهمه جدا عندنا في الطب البيطري. ليه؟ لان هي نفسها كبيره وبتمص وبترص دم، بتعمل مشاكل. الحاجه الثانيه بتنقل امراض مهمه جدا ومعظمها طفيليات، يبقى هي بتبقى اكتف في السان لايت مش بالليل، ده حيوان نهاري بيمشي في السان لايت خلاص. بتعمل بينفول بايت، بقول لك حشره كبيره جدا، دبانه كبيره وبتقرص، يبقى بينفول بايت، وتعمل انتربتد في الفود. تخيل الحيوان اللي هيتقرص بيها مش عارف ياكل، هيبقى مرووش خلاص، كل شويه تيجي تقرصه مرووش، وممكن ايه يعمل كيكنج لنفسه، يعني يرفس نفسه، وبالتالي لو رفس نفسه يعني يجي يرفس الحشره، يقوم رفس نفسه عشان يطيرها يعني، وممكن يعمل انجري لنفسه. تخيل بقى واحد عايش في القلق والحاجات دي، هيبقى في ايكونوميك لوس اكيد، وديكريس في الانيمال برودكشن، ده كله من الحشره نفسها لسه مش من الامراض اللي بتعملها. طيب بتنقل الامراض ايه بقى؟ بتنقل مرض خطير اسمه تريبانوسوما، برضو ده في البروتوزوا هناخده، بس بتنقل بعض التريبانوسومات ميكانيكالي وبعض التريبانوسومات بيولوجيكالي. بعض التريبانوسومات ميكانيكالي يعني زي الحقنه، زي ما خدنا في الجينر، تاخده من هنا ما يحصلش ديفلوبمنت جواه وتديه للتاني، تاخده من عيان وتديه سليم. اما بيولوجيكال التريبانوسوما بيحصل لها جوه ديفلوبمنت. طيب مين التريبانوسومات الميكانيكال ومين التريبانوسومات البيولوجيكال؟ الاسامي دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي نشرح التريبانوسوما. ميكانيكال زي التريبانوسوما ايفانسي وتريبانوسوما اكواينم، ده اللي بيتنقلوا ميكانيكال، ايفانسي واكواينم. اما بيولوجيكال زي التريبانوسوما الثيليري، يبقى تريبانوسوما ثيليري دي بيولوجيكال، لكن ايفانسي واكواينم بيبقى ميكانيكالي. يبقى بتنقل حاجات ميكانيكال وحاجات بيولوجيكال. ده مين يا ولاد؟ التبانس. من تاني؟ التبانس. طب بتنقل البكتيريا؟ الانثراكس باسيلاي اللي هي بتاع الانثراكس، مرض الانثراكس اسمها انثراكس باسيلاي، عارفين الجمره الخبيثه؟ ده الانثراكس. وبتنقل في الفيروسات الاكواين انفكشوس انيميا، الاكواين انفكشوس انيميا. كده احنا اخدنا التبانس بالتفصيل، اللي احنا بنسميها برضو هورس فلاي او جيت فلاي. خد بالك من الاسم التاني، لان ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك هورس فلاي كذا، ما يجيلكش التبانس، يبقى انت عارف ان الهورس فلاي هي مين؟ التبانس او الجيت فلاي. خلاص هناخد الكريسوبس وناخد الهيماتوبيا، مش هتاخد دقيقتين ثلاثه. ليه؟ هنقارن بينها وبين التبانس. ده كل اللي عاوزين نعرفه عن الكريسوبس، او بسميها الدير فلاي. هي تيبيكال كل حاجه زي التبانس ما عدا الاربع حاجات دول. ايه هما الاربع حاجات؟ الجناح بتاعها اللي انت شايفه ده بيبقى فيه دارك باند، يبقى فيه خطوط سوداء زي ما انت شايف، يبقى فيه صحيح الديسكال سيل هيكساجونال في الشيب زي ما انت شايف، بس فيه جزء دارك، يبقى فيه دارك باند على اكروس، على مين؟ على الوين. العينين زي ما انت شايف كده بتبقى متلونه، شايف حاجات خضراء على حاجات برتقاني، هناك العينين ما كانتش متلونه بالجمال ده، صح ولا غلط؟ يبقى العينين بتاعتها منين؟ متلونه. الانتنه بتاعتها، فاكرين الانتنه لما كنا بقول لك لها انيوليشن؟ كنا بنقول في الجنرال ان البراكيسيرا فيها من 3 4 انيوليشن، جينا في التبانس قلنا 4، امال 3 فين؟ هنا في الكريسوبس. الكريسوبس فيها 3 انيوليشن، يبقى في التبانس كان في 4 انيوليشن في السيجمنت الاخيره، هنا 3 انيوليشن. هناك كانت بتنقل امراض خطيره في الطفيليات، هنا برضو بتنقل مرض في الطفيليات بس تبع الفيلاريا، في جوده في الفيلاريا اسمها لوالوا، اسمها تاني لوالوا، اسمها ايه تالت؟ لوالوا، وفي ناس بتقول عليها لوا لوا، اي حاجه المهم اكتبها صح، لوا لوا لوالوا. المهم دي جوده تبع مين؟ تبع الفيلاريا. ده كل اللي عايزك تعرفه عن مين؟ عن الكريسوبس. طيب نيجي للدوده الاخيره اللي اسمها هيماتوبيا.
هيماتوبوتا قصدي اسمها ايه تاني؟ هيماتوبوتا. يبقى خدنا التبانس وخدنا الكريسوبس، الحشره الاخيره اسمها هيماتوبوتا. كل اللي عايزك تعرفه عن الهيماتوبوتا السطر ده بس، هي شبه التبانس في كل حاجه الا انها موتلد وينج، يعني الجناح بتاعها منقط ابيض سباركل. بص كده على الجناح تحس انه فيه نقطه بيضه، نقطه بيضه زي ما يكون معفن نقط بيضه كده. في الحاله دي اقول عليها هيماتوبوتا، اقول عليها تاني هيماتوبوتا، في الحاله دي اقول عليها ايه تالت هيماتوبوتا. ودي بعض الريفرنس اللي احنا استخدمناها في المحاضره. وفي الختام بنشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.